لما وصلنا منذ قليل إلى مدينة مراكش طبعا ذهبنا مباشرة إلى موقع يقع وسط المدينة يفصل بين المدينة الحديثة والمدينة العتيقة يسمى باب الدباغ. وهذا باب الدباغ هو واحد من أبواب السور التاريخي لهذه المدينة. هذا السور الذي بناه المرابطون ثم أساسا دعمه السعديون في القرنين السادس عشر والسابع عشر ومن بعدهم الأسرة العلوية التي تحكم المغرب إلى هذا الآن. وهو سور سميك وقد انهار هذا الباب تقريبا بشكل نصف كامل، يعني مع العلم أن هذا الموقع يبعد عن بؤرة الزلزال بحوالي 40 أو 50 كيلومتر، وبالتالي قوة هذا يعطي فكرة عن ما شعر به الناس أو ما حصل في هذه المدينة مدينة مراكش ليلة أمس عندما ضرب هذا الزلزال في منطقة إغيل التي تبعد كما قلت عن مراكش حوالي 50 كيلومتر وتقع على علو على ارتفاع حوالي 2000 متر. هناك أيضا حضرنا لجنازة لأحد الضحايا لأن الموقع قريب أيضا من مقبرة، والناس هنا الذين تحدثنا إليهم ما زالوا تحت هول الصدمة وإن كانوا قد بدأوا يستعيدون أو يحاولون استعادة حياتهم الطبيعية. طبعا مدينة مراكش معروفة بالسياحة وأناسها معروفون بحبهم للنكتة، لكن هذه المرة الأمر ليس بنكتة بل هو فاجعة بكل المقاييس. وهذا ليس فقط في مراكش ولكن أيضا في تارودانت المدينة التي تقع إلى الجنوب من هنا حوالي 63 كيلومتر وورزازات أيضا. هذه الذي تضرر أكثر هي مباني الأجزاء العتيقة من هذه المدن المغربية، فيها جزء عتيق وجزء عصري. هنا في مراكش المدينة العصرية التي مبنية بالإسمنت المسلح وطبقا لمعايير المقاومة للزلازل لم تتأثر. الذي تأثر هي مباني المدينة القديمة. هناك مباني عمرها يفوق 200 عام أو 300 عام أو حتى 400 عام، طبعا تكون عليها صيانة، ولكن هذه الصيانة لا تكفي في مثل هذا الزلزال. هذا الزلزال الذي هو كما قال مسؤول المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء والزلازل قال بأنه الزلزال مفاجئ ليس من حيث وقوعه في هذه المنطقة ولكن من حيث القوة، لأن المنطقة معروفة بنشاطها التكتوني، وقوة الزلازل في هذه المناطق لم تكن تتجاوز هذه مناطق جبلية. نحن هنا في قلب جبال الأطلس الكبير حيث توجد أعلى قمة في شمال إفريقيا وهي توبقال، جبل توبقال الذي يصل ارتفاعه إلى 4000 متر. قوة الزلازل في هذه المناطق يقول مسؤول المعهد الوطني للجيوفيزياء لم تكن تتجاوز 4 درجات، لكن هذه المرة وصلت إلى هذه القوة ولو أنها كانت عميقة ما بين 8 إلى 10 كيلومترات في جوف الأرض، وبالرغم من ذلك أحدثت كل هذا الدمار. الإحساس بالهزة الأرضية وصل حتى الرباط وحتى القنيطرة وحتى الدار البيضاء، وهذا دليل على قوتها. أما مساحة المنطقة التي تضررت بشكل مباشر بالزلزال والتي وقع فيها هذا العدد المهول من القتلى وهذه الحصيلة المرشحة مع الأسف للارتفاع، فالمساحة وهي يمكن أن نقول إنها محيطة بمدينة مراكش شيئا ما، مساحتها حوالي 600 كيلومتر مربع. لنا أن نتخيل عدد الناس الذين يقتلون في مساحة بهذا الحجم، 500 إلى 600 كيلومتر بالنظر إلى المدن والبلدات والقرى التي بشكل أو بآخر كانت تضررت بشكل مباشر إذا صح هذا التعبير من هذا الزلزال. هناك أيضا معطى آخر وهو أن التضاريس الوعرة في هذه القرى والبلدات الجبلية على الرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة والحكومة في السنوات الأخيرة لفك العزلة بشق الطرقات والمسالك الجبلية، لكنها تبقى مسالك جبلية وعرة، وهي مناطق تعرف بشكل عادي انهيارات للتربة في مواسم الشتاء وتهاطل الأمطار، فما بالك إذا حدث زلزال بهذه القوة. هنا أتحدث عن القرى والبلدات الجبلية لأن البناء هناك في تلك المناطق ليس بالإسمنت المسلح، هو بناء بالطين. طبعا هذا الطين اعتادوا الناس أن يستعملوه في بناء بيوتهم منذ قرون هنا وما زالوا، ولكنه غير مقاوم لمثل هذا الزلزال بهذه القوة الذي كما قلنا ولو أنه وقع في جوف الأرض على عمق 8 إلى 10 كيلومترات لكنه أحدث هذا الضرر. وهذا هو ما فاجأ علماء الزلازل سواء في المغرب أو في الخارج، هي قوة الزلزال وليس وقوع الزلزال. هناك تخوف أكثر منه خوف الآن لأن
أن بالتأكيد عدد كبير من الأسر التي تقطن في المدينة العتيقة فضلت أن تبيت ليلتها في العراء في الحدائق وفي بعض الملاجئ التي تم فتحها، لكن ما لاحظناه هنا هو أن عددهم ربما بدأ يتناقص مع هذا اليوم، لكن كما قال لنا أهل مراكش الذين تحدثنا إليهم غالبية الناس داخل المدينة العتيقة خرجوا من بيوتهم وخرجوا إلى الحدائق وإلى الساحات العامة وباتوا في العراء. من حسن حظهم أن مدينة مراكش الآن ما زالت في فصل صيف حار، وبالتالي درجة الحرارة في الليل لم تكن كبيرة، لكن ما لاحظناه أن ربما هناك في بعض المناطق ما زالت بعض الأسر التي تفضل أن تبقى خارج بيوتها، لكن في الغالبية بدأوا يعودون خاصة بعد التطمينات التي سمعوها في وسائل الإعلام بخصوص الهزات الارتدادية، لأن التخوف كان وما يزال إلى حد ما هو الهزات الارتدادية. هذه الهزات الارتدادية يقول لنا علماء الزلازل المغاربة وأيضا من غير المغاربة بأن هي مستمرة، لكنها مستمرة بشكل لا يشعر به الإنسان، لا تتوقف. هم طبعا يرصدونها بأجهزتهم ويقولون إنه الهزات الارتدادية من كل 10 هزات ارتدادية قد يشعر الإنسان بواحدة، وبالتالي هذا الأمر هو الذي ربما الآن أنتج نوعا من الطمأنينة في نفسية الناس الذين بدأوا يحاولون أن يعودوا إلى بيوتهم. لكن في دارنا قاعدين أنا وخوتي مجمعين وبنيتي حشوية تتبنى الأرض تتزعزع، الناس يغطوا قعدنا ترقرا وتجمعنا حشوية، خرجت أختي تجري تشوف الناس لقيت هاد السيدة طايح لها الطراب جات عيطات ليا، دخلت لقينا هابطة لتحت مغطسات ما بقاش كيتغوت ولا، عيطنا للدراري جاو الحومة جاو الوقاية المدنية حتى الآخر عاد جاو ولاو الرجلية الآخرة تشدك ولاو عتقا، اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر على الله. في المنزل عندنا حنايا كنا قاعدين وحتى نشوفوا الضبابة والطيور تيطيروا ما عرفناش شنو، واحد شوية الشتا نقتات شوية نسمعوا داك الفوق كله طاح، جوج البيوت طاحوا، الناس وحدة بعداها مات مسكينة، شدات واحد الوليد والجارتها شافوا بيت طاح عليه سخف عن كاطو، إوا راه مات هي ويا الله يرحمهم ولي رحمة الله وجميع، والطيور ديال الملاح أخويا راه كلهم خايبين راشيين تيتول الموت بزاف الطيور اللي ما وقع لهم شي حاجه الا الطيور الراشيين، والله يغفرنا ويغفر جميع امتي محمد اجمعين امين يا رب. اذا ما هي طبيعه الزلزال الذي ضرب المغرب ونوعيته والمده التي استغرقها؟ دعونا نتعرف على طبيعه هذا الزلزال في هذا العرض. في قراءه تقنيه اوليه الزلزال وقع على عمق 18 كيلومترا و500 متر عمق ضحل، قياسا بالزلازل التي تضرب في عمق مئات الكيلومترات والتي يشعر بها سكان شمال افريقيا والمغرب عادة، كما أنه ضرب في اليابسة وفي المناطق الجبلية جنوب مدينة مراكش المغربية وليس في عمق البحر، وهو ما يزيد من حدة أضراره. الزلزال الرئيسي تتراوح قوته حسب المناطق، لكنها تراوحت في حدود 7.2 درجة و 6.8 درجات على مقياس ريختر، مركزه كان إقليم الحوز. أما سببه فهو صدوع الأطلسي واتجاهاتها من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي من القارة الأفريقية، وهي صدوع نشطة تنتج نشاطا زلزاليا متنوعا حتى وإن كانت أقل حدة من صدوع تركيا أو اليونان أو اليابان، وهنا نتحدث عن الصفائح التكتونية تحت قشرة سطح الأرض. هذا ويعد الزلزال الذي ضرب المغرب من الزلازل القارية والتي تحدث بعيدا عن حدود الصفائح التكتونية، وبحسب المركز الأيرومتوسطي هناك عشرات الهزات الارتدادية التي نجمت في الساعات الأولى عن الزلزال الرئيسي، غير أن عنفها كانت بقوة 5.3 درجات، حدثت بعد 19 دقيقة من الزلزال الرئيسي. المشاهد لا تزال أولية مشاهدينا، لكن يمكن فهم حجم الكارثة من تصريح منظمة الصحة العالمية، 300 ألف شخص تضرر جراء الزلزال.